بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا والإخوان السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للآمر، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا زلنا في كتاب آفات اللسان، وقد قرأنا شيئا كثيرا من الآفة 15 في الغيبة، وآخر ما قرأنا قولا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، فاذكر عيوبك. على الأقل ذكرت عيوبك أنت، لا هي نميمة ولا هي غيبة ولا هي إفساد ولا هي ولم تلمز ولم. إذا ذكرت العيوب على وجه الحقيقة فلم تكذب، يعني الحطيئة أخطأ من باب واحد حينما هجى نفسه، وهو أنه ظلم، اعتدى في أنه تحدث عن شيء خلقه الله عز وجل، حينما قال مخاطبا نفسه قال: قبح الله هذا الوجه، نظر في المرآة ولم يعرف بالوسامة ولم يعرف بكذا، ولكن نعم كان دميم الخلق. هو حينما منع من هجاء الناس، حينما منع من هجاء الناس، ولكن فمن ذكر عيوبه؟ لا نشجع على ذكر عيوب النفس، ليس لقضية أن الإنسان كامل يحلش مشكلة. لا، أنت لست كاملا ولن تكون، بل إلى نقصان، بل إلى نقصان. الذاكرة إلى نقصان، والعضلات إلى نقصان، والكرش والقدرات إلى نقصان، والألقاب إلى نقصان. لا، ما إذا كان رئيس، مثل رئيس نقول المؤسسة، سرعان ما يصبح سابق، رئيس وزراء سابق، مدير سابق، كذا سابق، إلا العالم فليقال عنه إيش؟ عالم سابق. يعني نص الله سبحانه وتعالى أن يقول عن فلان إيش؟ رباني. السلام عليكم. إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وبعدين مع هذه الآفة نقول بعدين يشرب فلان التبغ بجانبنا فنتأذى، فنقول من فضلك، يعني نشجع، نقول له مرة تشجع بحسب المكانة فلان، نقول له بلاش تدخن في حضرتنا، يعني تتأذى من هذا الكلام. ولكن إذا اغتاب فلان فلانا نتأذى، وعلى حساب الحسنات، ولا نقول لفلان إيش بلاش. وقال أبو هريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عين نفسه، كان يكون الإنسان مثلا قد غمس بالزيوت والشحمة في الكراجات وينظر إلى أخيه لزميله مثلا يقول له إيش، ويلبس ثوبا جديدا مثلا يقول له إيش، في نقطة عليك شوي، في وسخ على اللباس. هو شو حامل؟ وهو قلنا منقوع نقعا، مغموس غمسا. فأنت تنظر لعيوب الناس، انظر لعيوبك. لو نظر الناس إلى عيبه ما عاب إنسان على الناس. وكان حسن يقول: ابن آدم يا ابن آدم،
إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك. فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. عليك بخاصة نفسك، ليس عدم اكتراث. الأصل فيها أن تهتم بشؤون المسلمين، بل أن تهتم بشؤون العالم. تقول أهتم بشؤون العالم، نعم، كلمة خير إلى جانب كلمة خير قد تحدث سياسة عند أولي الأمر، هذا شيء، وأن تغتاب الناس شيء آخر. في حديث أم زرع، في حديث إيش؟ أم زرع، يعني إحدى عشرة امرأة في مجلس غيبة، هو بيغتبن من؟ الأزواج، مجلس إيش؟ اغتبن الرجال، اغتبن إيش؟ اغتبن الرجال. وقال مالك بن دينار: مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنتنا ريح هذا الكلب، ما أنتنا ريح هذا الكلب. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ما شد بياض أسنانه، كن جميلا. وسيدنا المسيح عليه السلام كان جميلا، ليس بالضرورة أن نرى إيش وجهه، لكنه كان إيش؟ كان جميلا. ماذا علمهم؟ كأنه عليه السلام نهاهم عن غيبة الكلب، ونبههم إلى على أنه لا يذكر شيء أو لا يذكر شيء من خلق الله إلا أحسنه، إلا إيه؟ أحسنه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن كانت كاملة فاخطبها، ما قال هكذا، قال انظر إليها، شوف لك شغلة حلوة فيها التي تدخل السرور إلى قلبك يكفيك، شغلة. ما تغزل الشعراء، ولست أعلم بمعنى لست مطلعا على الشعر العربي، لكن ما تغزلوا بالأنف مثلا، ما تغزلوا بالأنف، وعادة ما تغزلون بالعينين، ولعلهم مثلا انظر، يعني متى نظر إنسان في عيني إنسان آخر حتى على مستوى الرجال من أول لحظة، إما أن تتقبل الإنسان وإما أن ترفض، يكون في شيء. قال انظر إليها فإنه أحرى إيش أن يؤدم بينكما، شوف لك شغلة حلوة. وبعدين هذا في ناحية الجسم، وأما المرأة فلا تعاب نهائيا الزوجة، الزوج الزوجة لا تعاب نهائيا، ولا يذكر لديها شيء مما أحدثه الحمل والولادة. يعني مثلا حملت فولدت فتغير الجسم، تقول لها أثر عليك، والآن صار عندك طبقات، والآن صار عندك بعرف إيش، وتغير هذا لا يقال، هذا إيش، بل تتغزل. شايف يوم الخطوبة يوم، وحين وفاتك أو وفاتها يوم، وأنت لازم إيش تتغزل. فإن لم تكن كذلك ما كنت جميلا، كن جميلا ترى الوجود جميلة، تنظر إلى يعني للشيء اليسير في عيني، قذى بسيط على طرف العين، وانت خشبة، شو الجذع، خشبة موجودة وداخل ايش في عينه، وهذه قضية مجازية، يعني انت العيب يعني داخل فيك وبشكل كبير جدا.
ما أشد بياض أسنانه. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال له: إياك والغيبة، إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس، فإنها إدام كلاب الناس. هنالك ناس وهنالك قوى في البشر، منها القوة الكلبية. الإمام الغزالي يصنف، قال سيدنا موسى عليه السلام: إني آنست نارا، بمعنى إني استأنست بالبشر الذين أشعلوا هذه النيران، استأنس بالناس، فلو ذهب ووجد أناسا وقاموا بإيش؟ بأخذ ماله، فهل يعود الاستئناس بهم؟ لا. فمن يغتاب الناس فهو من كلاب الناس، وليس من أشرافهم، وليس من كرمائهم. وكأنه يمسك بخبز ويغمس، هذا طعام كلاب الناس، إدام. هذا يغمس طيبا ويأكل طيبا، وهذا يغمس ويأكل حراما. وقال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله تعالى فإنه الشفاء، عليكم بذكر الله تعالى، لا إله إلا الله. صعب الحكاية. عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. نسأل الله حسن التوفيق لطاعته. بيان معنى الغيبة، غيبة وحدها. اعلم أن حد الغيبة يعني التعريف، الحد هنا التعريف، ماهية الشيء. قال: اعلم أن حد الغيبة أو الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. يقولون: أنا أقول لفلان في وجهه، أنا قلت لفلان بوجهه، يعني يأتيك فيغتاب فلانا أمامك ويبرر الغيبة هذه بأنه يقول لفلان في وجهه أنت كذا، يعني صفة سلبية. هذا لا يمنع أنها ليست غيبة، اغتاب، وأنت اغتبت معه وأنا اغتبت معه، ما دام ذكر أمامي وفلان غير موجود. كونك ذكرت لفلان أن يصلح شأنا معينا، الله يخلف عليك، يخلف ايش؟ يخلف عليه، جزاك الله خيرا، مش قلت لفلان، يعني ذكرت لي الله يجزيك الخير، جيت قلت لي فيك كذا وكذا فأصلح، غير وبدل، آمنت بالله، جزاك الله خيرا، نصحتني. تذهب وتقول للناس الآن عن عيبي لماذا؟ وإذا قلت لفلان في وجهه أمام الناس أيضا لا يجوز لك، بينك وبينه، بينك وإيش؟ بينك وبين فلان من الناس. قال: أنا أقول لفلان في وجهه، هو قصده تبرير للغيبة وليست. طيب، أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرت نقصا في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه وحتى في ثوبه وفي داره ودابته، في بدنه. كان بعض الصحابة الكرام ذكر شيئا عن رجلي بن مسعود رضي الله عنه، كانتا نحيفتان. يا أخي أبلغ من المكانة التي بلغها ابن مسعود رضي الله عنه، يدخل بهاتين النحيفتين الجنة إن شاء الله.
مالك ومال نحافة فلان أو سمن فلان من الناس، مالك وماله أو في نسبه. ويذكر الإمام الغزالي فيما بعد تفصيلا لكل هذا، قال: أما البدن فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكره كيفما كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولازال الناس يعيبون على الناس كل شيء حتى ما يمدح عادة أيضا، إيه إلا ما يجد فيه حوفي كما نقولون عيبا. وكأن الناس أيضا وضعت قيمة للندرة وليس في كل شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس إن شاء الله. من أين أتيتم كثقافة بأن الصفرة تعلو على السمار أو السواد الشقار؟ يعني الصفرة إيش؟ من أين أتيتم بأن هنالك مفاضلة؟ قد يعجب بعض الناس الأسود وبعض الناس الأسمر وبعض الناس انظر إليها فالنهر أن يدوم. كل واحد التي تحبها أنت شخصيا حر، أما أن تعمل مفاضلة وقيمة كمجتمع ينظرون إلى البيضاء أنها جميلة والسمراء نغشة، جائزة طرضية الله يجزيهم الخير، جائزة إيش؟ جائزة طرضية نغشة. وأما النسب فأن تقول أبوه نبطي أو هندي، طبعا في بلادهم يقولوا ينسبون إنسان إلى البلد المعين إلى المدينة المعينة ويعتبره مرات نقصا، أو داخل المدينة وخارج المدينة من القرى مثلا، مدني وفلاح مثلا، مدني وفلاح مثلا. قال: أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شيء مما أكره كيفما كان. نقول هنا زبال، وفي اليابان يقولون مهندس نظافة. مهندس إيش؟ نظافة. والبلد أدبت منذ الصغر على هندسة النظافة، والأولاد الصغار في المدرسة يشاركون في تنظيف المدرسة. كيف يرمي بالورقة بعد ذلك؟ لا يرمي. ورأينا عجبا عجابا في هذا المونديال فيفا في قطر، بعد مباريات اليابان يقوم مشجعو الفريق الياباني من اليابانيين بتنظيف المدرج، مش متر ومترين، مش دار، مدرج كامل ينظفونه. ويعجب أهل الكرة الأرضية، يا أخي أعجبك ليح سوي زيه، اعمل نظف خليك نظيف. رحم الله اللي بلش في الكرات اللي قاعدين عليهن أجرة يرموا فيه وطبشوا فيه. أنا شفت على الفيديو زعلوا على هي انغلبت يعني. طيب تكسير الكراسي في فلسطين زعل على مباراة المغرب في قطر، وأي فائدة هذا؟ وأما الخلق فأن تقول هو سيء الخلق، بخيل، متكبر، مراء، شديد الغضب، جبان، عاجز، ضعيف القلب، متهور، وما يجري مجراه اللهم إلا إذا جاء خاطبا. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يعني امرأة كأنه جاءها خاطبان، هذا بخيل وهذا يعني لا يترك الدرة، يعني إيده لهواي. عند الخطوبة بدك تكشف، عند الخطوبة إيش بدك تكشف حال فلان من الناس. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين
فكقولك سارق وكذاب وشارب خمر وخائن وظالم ومتهاون بالصلاة والزكاة ولا يحسن الركوع والسجود. يعني حينما رأى الحسن والحسين رضي الله عنه رجلا لا يحسن الوضوء ماذا فعل؟ توضأ أمامه. رأيت رجلا يضع باروكة، ذهبت للمتوضأ في مسجد مدينة كوينسي جنوب بوسطن في أمريكا في ماساتشوستس، فقلت في عقلي في باطني أنتظر حتى أرى ماذا يصنع حينما يصل إلى مسح الرأس. فحينما وصل إلى مسح الرأس طب طب يعني بل يده وطب طب على الباروكة، وأنا لا أعرف الرجل، فذهبت إلى الإمام. انظر الآن، ذهبت إلى الإمام كي يتحدث مع الإمام بينه وبينه إيش يعرفه كذا، هذا ليس غيبة لأنه الآن ننبلغ مشان إيش، هذه لا يصح له، بدنا نصلح لكن بأسلوب. فقال للإمام الله يجزيه الخير، قال هذا إن ذكرت له شيئا عن الباروكة لا يعود للمسجد. يعني في ناس عندها ضعف شديد جدا في شخصيتها بحيث أنك إذا ذكرته بأنه يلبس باروكة فكأنك تقول له إيش؟ أنت مش بشر. أنه فيش تحت إيش؟ شعر، وهو مش هاين عليه. وأنا أعجب للرجال من ذوي شو بنجمع الباروكة بواريك؟ الله طيب. بس لو الواحد تكلم ما الإمام ممكن في الخطبة ممكن في درس ممكن بخاطرة يجيبها عنده فرصة بعدين بلقطه. هذا شيء آخر، نعم، من باب التحذير. نعم، الشرطة لما بدها تتعامل مع بعضها، محققون يحققون في سرقة واعترف السارق وجاء مثلا الضابط المسؤول وقال ما فعل هذا؟ قالوا أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام، قالوا إن ابنك سرق، ما قالوش أخونا. يعني زي ما بقول الواحد فينا إذا فعل الولد ولده شيء بقول ابنك، شوف ابنك، يعني هو كأنه إيش؟ فقالوا إن ابنك سرق. شوف قلة أدب، هم أقل أدبهم في مواضع كثيرة. إن ابنك سرق، هذا اللي بتحبه بتحبه زيادة عنه. الأول كادوا له، والثاني قالوا عنه إنه إيش؟ أدب سيدنا يوسف عليه السلام، أدب النبوة. ماذا قال؟ ما قال سنعتقل السارق، قال سنعتقل سنسجن من نجد صواعنا لديه. شوف الأدب الشديد، شوف الدقة في الكلام، لأن هم وضعوا العمال اللي عندهم موظفين، الموظفون قاموا وضع الصواع في رحالهم، اللي ملاقي عنده الصواع نأخذه سجين حتى إيش يعني يدبر له الأمر فيبقيه. وقال له من قبل أنه أخوه. سبحان الله. قال ولا يحسن الركوع والسجود ولا يحتجز عن النجاسات وليس بارا بوالديه ولا يضع الزكاة موضعها ولا يحسن قسمتها. هذه ممكن واحد فينا يغلط فيها. كثير من الناس يعني ما شاء الله عنهم، الله يجزيهم الخير، يأتون للمسجد الأقصى ثم يرون أناسا في الخارج ولا يعرفون حال هؤلاء أكانوا فعلا من المحتاجين أم لا. طب عندك أنت لجان زكاة، ترسل تعمل مسح الاجتماعي للبيوت، تدرس الحالة، لكن حتى تشعر أنك أنت مثلا خليش الناس تضحك عليك. قال ولا يحرز صومه من الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس. تصوم عن الطعام الحلال وتفطر على الحرام وأنت تدعي أنك صائم، تفطر على
أعراض الناس. وأما فعله المتعلق بالدنيا فكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس ولا يرى على نفسه لأحد حقا ويرى نفسه حقا، وإنه كثير الكلام كثير الأكل، وإنه نؤوم وينام في غير وقت النوم ويجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. وقال قوم لا غيبة في الدين، لأنه ذم ما ذمه الله تعالى، فذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز بدليل ما روي مرسل، هذا صححه الحاكم، أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وكثرة صلاحها وصومها وصلاتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، فقال هي في النار. صوم وصلاح وصلاة عبادة ولكنها تؤذي الجيران بلسانها، قال هي في النار. وذكرت عنده امرأة أخرى في حديث مرسل بأنها بخيلة، فقال فما خيرها إذن؟ يعني ليست عقوبة هذه مثل تلك، وإن كان الحديث إيش مرسل لكن تحدث عن المعنى. البخيل يذم ولكن لا يقال عن البخيل أنه اقترف كبيرة من الكبائر التي تستوجب كذا وكذا وكذا. وإن كان البخيل بعيدا عن بعض العبادات التي بحاجة إلى جهد، قال وهذا فاسد. الإمام الغزالي يقول لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال، ولم يكن غرضهم التنقص ولا يحتاج إليه في غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه إجماع الأمة أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب. من ذكر غيره بما يكرهه ما تبررش، لا تبرر أنا لصالحه، ونتحدث بينك وبين فلان انصح، غير لما تكون قضية عائلية داخلية بدهم يتحدثوا يناقشوا كيف التعامل مع فلان، ولد من الأولاد مثلا لديه إشكالية، فاحتار الأب واحتارت الأم وسألوا الإخوة ماذا نفعل. هذه ليس القصد ها هنا هذا النوع من الغيبة. إجماع الأمة أن من ذكر غيره بما يكره فهو مغتاب، لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة، وكل هذا وإن كان صادقا فيه فهو به مغتاب، عاص لربه وآكل لحم أخيه، بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون من الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا في حديث رواه مسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بعض الناس يزيد على الرواية، بعض الناس يزيد على إيش؟ على الرواية، يعني بهر إيش؟ بهر الخبر، يبهر إيه؟ يبهر الخبر، يزيد عليه. يعني من الأشياء ليست مباشرة، ليست، أنا أتحدث عن مثال في قضية الزيادة معروف عند العلماء. العهد العمرية سيدنا عمر بن الخطاب عنه أقر أهل بيت المقدس من النصارى على كنائسهم حماية، وأقرهم على حرية عبادتهم، لكن النص ظل يزداد مع العمر، نص العهدة زادوا عليه قضايا كثيرة جدا. العهد العمرية واحدة والنصوص كثيرة وفيها زيادات، وفيها زيادات المتأخرة مذمومة، وبعض النصوص المتأخرة فيها ركاكة في اللغة، فيها لغة عامية ما لا يمكن أن يصدر عن سيدنا عمر الخطاب، بل ما لا يمكن أن يصدر عن الناس إجمالا في ذلك الجيل. ولما نتنزل؟ لما نزل القرآن على هؤلاء الناس فصحاء بلغاء، لما كان آية عليهم؟ لأنهم يدركون يتذوقون، المشركون تذوقوا وعرفوا أن هذا الكلام ليس من كلام العرب، هو عربي،
ولكنه ليس من كلامهم. واضح؟ قد أدركنا الوقت والحديث تتم إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.